البشر يعقلون نافع بين الوفاء و اي سكنه والتامين. كما كتشوفوا في حيث السكنه والتعمير، هذا هو مسجد الامام علي، المسجد العظيم. هذا المسجد الوحيد اللي كاين في حيث السكنه والتعمير. المنظر هنا بحال كاين شي، كانت شي سبيله هنا. منظر زوين. ها هو بيت الله، مسجد علي بن ابي طالب. دائما في هذا الحي الصامت، الحي الهادئ الجميل، وسعادة الناس اللي ساكنين فيه. هذا هو الشارع الواسع الذي يخترقه هذا الحي، كيوصل حتى لمقبرة التسامح. كاينه جنازة في هذا الدرب اللي على الشمال ديالي، خيام توحي ان هناك مأسم، ان لله وانا اليه راجعون. دائما في حيث السكنة والتعمير حسب طلب واحد الطلب وصلني مؤخرا على حي السكنة والتعمير، مرحبا قدر المستطاع. حنا كنديرو اللي في جهدنا، كمال لله تعالى. خلي الطلب ديالك وفرج الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد ديال الإمام علي من الجهة الأخرى. هذا سميتو شارع جبل موسى. شو واحد فين كيبيل يبيع الحصاير هنا، هاد السيارة مخرج منها الحصاير أو كيبيع ويشري مع راسو. ربما دوخو هاد الناس اللي كيبيعو التمن الربيع ديال الحولي، وقرر أنه يهرب. ها انت شو تبارك الله، أجواء العيد على وشك. شي معلقة كانت كتبت ما عندنا ما نديرو بالموسيقى، بارك علينا هذا المطر والطوموبيلات والحديد، الصوت ديالو بارك. عرفني شنو ما عرفتش، قلت شنو كيجبدني في هذا الحي هذا. تقريبا كل نهار كندوز منه. ان شاء الله ما غاديش يطلع لكم في راسكم. ها انتم خوتي، انتم الطرقان مسدودين بالسلعه تبارك الله. القشاشة، الموس، الخضرة، الحوايج، الخفير، الخمير اللي يقبلوا علينا، التيسير. قبلوا علينا، دخلناكم في الدحاس هذا. ديما الدنيا هنا هيجة، وخصوصا في رمضان. في رمضان ما شاء الله الحركة الدائبة هنا، خصوصا حتى القهوة ديال اسطنبول تبقى ماشي كيف السير كاع. مجامرة ها هما، كيبغى شي مجمرة. انتوما شتو فين كاينين، هاد المجامر سبحان الله كيكونوا صحاح.
شريتي شي واحد هو عندك سنين دابا اللي كيبيع ويشري فيهم راه مسكينه كيتشمش. هاد الليله رزق الله سبحانه وتعالى. حديد في هاد النقطة خوتي هنا راه كاين الفاخر، كاين اللي بغيتو كاين هنايا في هاد المكان. هانا 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 زيد زيد أبو زيد. هاي هاي على رويضة، على رويضة. وصلنا إلى بداية شارع حقب المنافع حيث نقطة أربع قرون التي الجديدة مدرسة حقب المنافع عادة التلفاز إلى المقاهي، عادة التلفاز إلى المقاهي من جديد، عادة الكرة، عادة النشاط، عادة كل شيء كأن شيء لم يكن. الحركة ديال حديد شحال كثيرة، ندوزو هاد الدرع. الساحة 20 غشت. تحييكم إخواني أخواتي، أموالي المطر خدامين، أموالي الطاكسي رغم خدامين كذلك. أجواء العيد السعيد. شوف شحال الحديد، شوف راه خص يكون هنا بوليسي كيحضي المرور. راه عباد الله، شوف 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 الصوبيربيو مازال مطرقة منذ بداية الحجر الصحي. جات حداها سان فرانسيسكو التي تعد أكلات جميلة داخلها موسيقى رائعة. أثمنة شوية زايدة ولكن راه قهوة وكاين الكونيكسيون جادة فيبر أوبتيك. وقريبا إن شاء الله قهوة الأندلس، نيو أندلس، نيو أندلس شي مكتوب عليها، غادي تفتح إن شاء الله قريبا. الناس ديالها اللي توحشوها راه أكيد غادي يرجعوا ليها، يرجعوا ليها نيو باب لالا منانا في حلتها الجديدة. عرفت الصباغة مؤخرا. لاحظتوا اليمين ممنوع تستوبي واليسار كاين، ممكن اليمين ممنوع، هذا هو الجديد. يلا خليتكم على خير، تحياتي